السلام عليكم مشاهدي قناة لمح الكرام. تخيلوا أن جميع النباتات ماتت فجأة، وأصبح العالم بين عشية وضحاها بلا خضروات ولا فاكهة ولا حتى حبوب أو أي شجرة. ما الذي سيحدث لكوكبنا في هذه الحالة؟ وكيف ستنجو البشرية من هذه الكارثة المهلكة في ظل التقدم العلمي الذي نحن عليه الآن؟ وفي عالم بلا نباتات، أول الضحايا ستكون الحيوانات العشبية والتي ستموت جوعاً أو ستصبح فريسة سهلة للضواري بسبب الجوع الذي ينهكها، والضواري بدورها ستصمد لفترة أطول قليلاً، لكن بعد انتهاء الطعام ستهاجم المفترسات الجائعة بعضها البعض، وهجومها سيطول أيضاً البشر المنهكون من الجوع بسبب نقص النباتات. كما سيعاني قطاع صناعة الدواء من نقص حاد بسبب عدم وجود الأعشاب التي يصنع منها الدواء، وبسبب عدم استعدادنا لمثل هذه الكارثة، ومع الأخذ بعين الاعتبار المخزون العالمي من الطعام الذي سينضب بوتيرة سريعة، مما سيؤدي إلى اندلاع فوضى وحروب كبيرة في العالم، وسيموت الكثير من الناس من الجوع في أنحاء العالم. لكن الوضع سيأخذ منحنى أخطر، ويبدأ البشر في النظر لبعضهم البعض على أساس أن الآخر فرصة جيدة للحصول على اللحم، مما سيؤدي إلى حالة غير مسبوقة من أكل لحوم البشر. وعلى جانب آخر، ربما لا يعاني الغلاف الجوي كثيرا من نقص مستويات الأكسجين بسبب عدم وجود النباتات، ومستوى الأكسجين يكفي لأجيال وأجيال لم تهلك البشرية من الجوع. وبالرغم من ذلك، سيبدأ البشر بالموت بسبب الاختناق نتيجة لارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بسبب عدم وجود النباتات. وسيكون المكان الأنسب لكي ينجو البشر هي السهول التي تنحدر من قمم الجبال، والتي تصل إلى 3000 قمة جبلية في العالم، حيث تنمو الفطريات. فبالإضافة إلى النباتات، يوجد الفطريات والتي لا تنتسب إلى النباتات، علاوة على الطحالب البحرية على سبيل المثال، الطحالب الحمراء والبنية التي استخدمها سكان شرق آسيا لفترة طويلة كمصدر أساسي للغذاء، والطحالب البنية غنية بالفيتامينات والمعادن، وتعتبر مكوناتها مصدرا مستقبليا للدواء. لذا يمكن للبشر في حالة اختفاء النباتات أن يقوموا بزراعة الفطري والطحالب، كما يمكن إعادة تنمية الثروة الحيوانية باستخدام هذه الزراعة الجيدة. على سبيل المثال، الطحالب البنية تتغذى عليها قنافذ البحر وفطر عش الغراب، يتغذى عليه العديد من الحشرات والحيوانات والتي يمكن استخدامها كمصدر للبروتين. ومن المواد الخام الثانوية لهذه المنتجات يمكن عزل العناصر المختلفة مثل الأحماض الأمينية والبروتينات والدهون، واستخدامها لصنع نوع جديد من الغذاء. وستبدأ صناعة جديدة تعتمد على البلاستيك والمعادن لصناعة الأثاث والمنتجات المختلفة. أما مشكلة نقص الهواء، فيمكن للبشر التغلب عليها بالعيش في مدن مغلقة بقباب موصلة ذات مستوى أكسجين وضغط مناسبين للحياة، حتى يستطيع البشر عن طريق التقدم التقني التفكير في كيفية جعل الغلاف الجوي مناسبا مرة أخرى للحياة. وإذا كانت هذه المدن ليست كافية، يمكن للبشر الحياة تحت الأرض، حتى يتمكنوا بمرور الوقت من تحقيق الاستقرار والتغلب على مشكلة الغلاف الجوي. وربما يستطيع البشر استعادة التقدم العلمي تدريجيا، وتعلم كيفية الحصول على المواد العضوية وغير العضوية، وصناعة الأغذية الصناعية والمغذيات الدقيقة. وخلال 1000 سنة ستعود الإنسانية للازدهار من جديد، وإلا ستنقرض البشرية. والآن دعونا نعقد المهمة أكثر ونتخيل ليس اختفاء النباتات فقط، لكن كل الطحالب والفطر أيضا. فهل يمكن لأي شخص أن ينجو في ظل هذه الظروف الصعبة؟ ربما هذا يبدو صعب التصديق، لكن هناك في أعماق المحيط إلى جانب الينابيع الحرارية توجد أنظمة بيئية كاملة تعيش بدون نباتات ولا حتى ضوء. لكن كيف هذا؟ كما تقوم النباتات الخضراء بعملية التمثيل الضوئي في ضوء الشمس، يوجد في الأعماق بكتيريا خاصة تقوم بنفس العملية لكن كيميائيا، وتحول الكبريت والهيدروجين إلى مغذيات يتغذى عليها الجمبري والكائنات الأخرى بالقرب من تلك الينابيع. وبفضل التوليفة الكيميائية يعيش في هذه الواحات قطعان من جراد البحر والروبيان وحتى القواقع. وفي عالم بدون نباتات، ربما يبدأ البشر في تنمية مثل هذه الواحات، لكن على عمق مقبول. وعلى أي حال، ما نتحدث عنه ليس ضربا من الخيال، والكوكب بالفعل يتم تدميره بواسطة البشر. وفي خلال 40 سنة الماضية انخفضت الغابات في العالم بنسبة 50%،
وفي العشر سنوات الأخيرة انخفضت مساحة الغابات بمقدار 1.5 مليون كيلومتر مربع، وتساهم عملية إزالة الغابات في ظاهرة الاحتباس الحرارية، وغالبا ما يطلق عليها أنها أحد الأسباب الرئيسية للاحتباس الحراري. لذا يجب على البشر إعادة التفكير مرة أخرى في موقفهم من الطبيعة والتصرف ببعض المسؤولية حتى لا يندمون. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك.